شكرا ليك كابتن محمد فاروق، تحياتي ليك وتحياتي للزميلين طبعا الناقد الرياضي الاستاذ عصام بسالم والاستاذ شريف عبد القادر. هنا في هذه اللحظات يمكن فريق النادي الاهلي بيستعد بعد دقائق قليله للتحرك من فندق الاقامه صوب استاد القاهره واستعداد لهذه المباراه، مباراه الزمالك في ختام مسابقه الدوري العام. يمكن المحاضره بدات بالضبط من حوالي ربع ساعه، لكن سبقها بحوالي اكثر من نص ساعه يمكن ثلاث لاعبين اخرين غادروا معسكر فريق النادي الاهلي: هشام محمد، اكرم توفيق، باسم علي، بالاضافه الى الثلاثي الذي غادر في الصباح احمد حمودي ومحمد شريف. وبالتالي ست لاعبين خرجوا من قائمه فريق النادي الاهلي في هذه اللحظات غير متواجدين مع فريق النادي الاهلي هنا في فندق الاقامه، وبالتالي الفريق سوف يتحرك الى استاد القاهره بقائمه قوامها 21 لاعب، وسيتم اختيار قائمه ال18 فور الوصول لاستاد القاهره، وسيخرج ايضا ثلاث لاعبين من قائمه فريق النادي الاهلي. لكن سيحرس مرمى فريق النادي الاهلي اليوم امام فريق نادي الزمالك محمد الشناوي. اذا محمد الشناوي سيعود لحراسه مرمى فريق النادي الاهلي في هذه المباراه، لكن باقي التشكيل الاساسيه هناك امور كثيره، هناك مفاجآت عديده قد يدفع بها الكابتن حسام البدري في هذه المباراه، تتمثل ممكن في احمد حمدي، بقى العديد من اللاعبين. لكن وانا في هذه اللحظات معاك واديك صوره مباشره وعلى الهواء مباشره من داخل فندق الاقامه، فريق النادي الاهلي في هذه اللحظات كابتن محمد فاروق خلاص بيغادر فندق الاقامه وبيغادر المحاضره بعد انتهائها مباشره من الكابتن حسام البدري بعد انتهاء المحاضره الرئيسيه، واللي الكابتن حسام البدري اعلن من خلالها التشكيله الاساسيه واللاعبين الذين سيتوجهون في هذه اللحظات الى استاد القاهره لخوض هذه المباراه الهامه، مباراه نادي الزمالك. يمكن في هذه اللحظات احنا معاك على الهواء مباشره كابتن محمد فاروق، كل اللاعبين او ال21 لاعب اللي متواجدين في قائمه فريق النادي الاهلي حاليا هم اللي بيتوجهوا لاستاد القاهره لخوض هذه المباراه بعد خروج ست لاعبين من تشكيله فريق النادي الاهلي. وانقل لك في هذه اللحظات لقطات حيه على الهواء مباشره كابتن محمد فاروق لهذه اللحظات خروج اللاعبين من فندق الاقامه والوصول الى طبعا الحافله الى تقل الفريق من الفندق حتى استاد القاهره الدولي. اليك الكلمه كابتن محمد فاروق. بشكرك يا محمد، ويمكن طبعا مهم جدا اللاعبين واضح ان هم في حاله تركيز هاني باكا امامنا على الشاشه، يعني واحنا بنتكلم الخروج من الفندق المسافه ما بين الاوتيل لغايه الملعب بتبقى حاله تركيز اخرى، يعني انت بتركز في تعليمات المدرب من خلال المحاضره الفنيه ثم بتاخد التعليمات تحطها في دماغك وتبتدي بقى تركز بشكل مختلف انت هتعمل ايه في الملعب، ده كله بيبقى موجود في خلال الطريق. اما بقى غرفه الملابس فبيبقى اخر تركيز بالنسبه للاعب في مباراه زي كده، بيغمض كده عينيه بقى كل واحد على حسب اسلوبه وعلى حسب طريقه تركيزه، ولكن خلاص هي مرحله التركيز الاخيره قبل اللقاء بدايه من بعد المحاضره والطريق ثم غرفه خلع الملابس. يعني نتمنى ان شاء الله يبقى الفريق النهارده في اعلى حالات تركيزه واعلى حالاته الفنيه. استاذ عصام عايزين تختاروا بقى افضل منشات، انت قلت لي في الاخر ماشي الاستاذ شريف بقى انت عارف انا بفوضه في اختيار العنوان بتاع الاخبار طبعا. كلاسيكو كان يا مكان ده لطيف وظريف وطريف ومعبر سريع، لا ويعني معبر وليه علاقه بالاجواء اللي احنا داخلين على رمضان. لا جميل العنوان عجبني والله بجد والله، لدرجه ان انا بيفكرني بالفنانه زوزو نبيل تقريبا. طيب ماشي خلاص استاذ خلاص انا بتفق مع الاستاذ شريف، ما اقدرش عرضه يعني. لا يا ريس، لا والله يا ريس، لا والله يا ريس، لا ما فيش كلام، لا ما فيش، لان بجد معظم العناوين تقريريه بشكل كبير، هي دي النمطيه كمان يعني مش ما فيش الحاجه اللي تلفت اول انتباه. احنا دايما بنعتبر العناوين في الصحافه. طب استاذ عصام النهارده يقول منشأة ايه طيب؟ لا بعد المباراة ولا قبل المباراة؟ لا قبل المباراة، انت عايز بعد المباراة. قبل المباراة. لا والله انا بقول لك يعني هي طبعا اتصور ان القمة تبقى قمة في نهاية المطاف، اعتقد هذا الاهتمام الكبير على كل الاصعدة هيديها جو غير عادي النهاردة، وانا برضو انا دايما بقول ما فيش حاجة محسومة في هذه القمة. فيش حاجة اسمها فرق 28 27 نقطة، فيش حاجة أول وثالث، لا القمة تبقى قمة في نهاية المطاف والعطاء ده